الحديث حول هذه هي الأرقام بالتفاصيل ينضم إلينا الخبير الاقتصادي نبيل جمعة عبر تقنية سكايب. مساءك سعيد سيدي، ما الذي يعنيه سيولة نقدية ب 1500 مليار دينار جزائري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا على الاستضافة. شكرا على قبول الدعوة. بالنسبة إلى كما قلت وجود سيولة، يعد القياس فعال لسيولة البنك أمر ضروريا. لماذا؟ لأن نعم. لازم اليوم تكون عندنا سيولة، لا سيما لضمان تمويل استحقاقات الديون قصيرة المدى ومتوسط المدى وطويلة المدى. هنا تكلم محافظ البنك المركزي على سيولة تصل إلى 1500 مليار، بعد ما لاحظنا بعد الأزمة كانت هنالك أزمة عند بنوك تجارية وعند بريد الجزائر، كانت أزمة. لكن نعم، قطع البنك المركزي لأزمة. لماذا؟ لأن لتمويل استحقاقات. لكن كيف ستستفيد الشركات والقطاع الاقتصادي من هذه السيولة المرتفعة؟ تستفيد من طبعا من التمويل لمدة 3 سنوات تمويل. وكان تكلم محافظ البنك المركزي قال لك التمويل القروض يعود إلى البنوك التجارية. لماذا؟ لأن البنك التجاري عندما يمد قروض في السوق البنكي يتجه إلى البنك الجزائري، لأن هنالك سوق نقدي في الجزائر نتوجه إليه. واليوم لا. التغطية موجودة، ما كاش شفنا في الأزمة المالية تاع 2008 في أوروبا في البنك الأوروبي وفي البنوك الأمريكية، بنوك أفلست. لماذا؟ لأنها لم تقوم بالتغطية وعدم وجود التغطية عند البنوك المركزية. اليوم التغطية الموجودة عند البنوك المركزية هنالك عدة نسب تحسب، نسبة السيولة العامة، نسبة السيولة المنخفضة. نعم. وهذا يؤدي بالنظام البنكي إلى أمان كبير اليوم. لماذا؟ لأن ما يخفاش على الناس باللي هنالك مخاطر السيولة عند البنوك. نعم، لكن دكتور نبيل جمعة، الحديث عن السيولة دائما ما يعيدنا للحديث عن الأموال المكنزة والموجودة في السوق الموازية التي لازلنا نعجز عن استقطابها واحتوائها في البنوك الرسمية. نعم، هذا يعود إلى تسيير الاقتصاد النقدي. اليوم الجزائر منذ 30 سنة عجزت على التسيير النقدي بالأهداف الموجودة، لأن اليوم تسيير النقدي في الجزائر عندنا مشاكل كبيرة. لماذا؟ نعم. لأن هذا البنوك اليوم كان تكلم محافظ البنك المركزي قال لك مدينا أكثر من 20 منتوج في الاقتصاد النقدي في الرقمنة، لكن لم نرى هذا. احنا ما شفناش اليوم، لأن شوف المؤتمرات الدولية يتكلم على الرقمنة، لازم الذهاب إلى الرقمنة واستعمال الجوال في الدفع. لماذا؟ لأن كي يجوا الزبائن يجبدوا كل سيولة تاعهم يصبح البنك في ورطة. لهذا نعم. لازم تقدم العلمي والتقدم التكنولوجي في استعمال تكنولوجيا. لهذا احنا اليوم ناديو المواطنين والبنوك باش يطوروا الأدوات النقدية. لكن هل المواطن الجزائري يتماشى مع المعاملات الرقمية؟ وكأنه نحس المواطن الجزائري ثق أكثر في التعاملات النقدية، وهذا ما يخلق الأزمة والمشكل. نعم، اليوم شفنا الأزمة تاع المرتبات عند البريد، وكان صحيح. مشروع عند البريد، كان مشروع ما يخفاش عليك بلي البريد عنده أكثر من 400 شباك. البريد لو دخل الرقمنة عن طريق الجوال كيما يستعملوا، كان ما نشوفوش طابورات وما نشوفوش الضغط على السيولة، لأن كان هنالك كانت جماعة تعمل على تضغط خرج أموال. كان صرح رئيس الجمهورية باللي جماعة خرجت أموال كبيرة من السيولة. لهذا لازم تطوير الأدوات النقدية باش الناس يدفع بالجوال، يدفع بالبطاقة أحسن باش ما نستعملوش. لكن سي نبيل جمعة، الدفع بالبطاقة موجود، لكن في نفس الوقت كما قلت
لازلنا نشاهد طوابير أمام مراكز البريد، كيف تفسر هذا التناقض؟ التناقض لماذا؟ لأن اليوم ما درناش برمجيات جديدة. دول كان دول كمصر كالهند راهي دير تقدم الرواتب عن طريق الجوال، وتقدر انت كي تشري مشتريات تقدر تدفع عن طريق الجوال. احنا مازال ما استعملناش الجوال، ومحافظ بنك المركزي رستم فاضلي كان تكلم قال لك انا مديت ادوات للبنوك التجاريه باش يطوروا رقمنا، لكن هذه البنوك ما ممكن مازال ما طوروش رقمنا، مازال ما دخلوش الدفع بالجوال، لان الدفع بالجوال احسن من البطاقه في التكلفه. نعم. لان البطاقه تسوى 20 دولار، الجوال ما يسوى والو، كل الجزائريين عندهم الجوال. لهذا البطاقه البنكيه ثمنها 20 دولار. ايه ب 20 دولار كل سنه تغيرها، كل سنتين. نعم. والجوال لو يقعد عندك 10 سنوات تربح اموال كبيره الجزائر. لان رئيس الجمهوريه قال لك ترشيدنا فقط. لهذا احنا نطلبوا من رؤساء مديرين البنوك باش يدخلوا في النظام المالي الجزائري، يدخلوا الدفع بالجوال. نعم. والراتب بالجوال. دكتور استعمل الجوال اقل تكلفه من البطاقه. لأن دكتور البطاقة نبيل جمعه، خليني نقاطعك لطرح اخر سؤال بسرعه فقط. شاهدنا فيه تعليمه من بنك الجزائر تتحدث عن المشاريع الاستراتيجيه على انها الوحيده التي ستستفيد من التمويلات الخارجيه. اي اثر لهكذا قرار، وما المقصود بالمشاريع الاقتصاديه بسرعه دكتور نبيل جمعه؟ المشاريع الاستراتيجية نعرفوها كإنتاج القمح، إنتاج الحليب، كما يقول لك لازم الدولة، أموال الدولة لازم كما تمويلات خارجية توجههم بقيود حسابية إلى الاستثمار. لماذا؟ باش يكون هنالك ربحية في الأموال اللي راح يستعملوها. ما نديروش كما السنوات الماضية صرفنا 1500 مليار وما زلنا نستوردوا القمح والحليب. نعم. أموال الدولة تستعملها وين تكون ربحية لاباس بها للدولة. شكرا لك دكتور نبيل جمعة على الإجابة على مختلف هذه الأسئلة والتوضيحات فيما يخص الأسئلة الموجهة ضمن النشرة الاقتصادية والتي نواصلها، إذ تبرأ